هنكمل النهاردة مشروعنا عن صناعة المكرونة والماكينة ديت يا جماعة. كمية ناس كلمونا عنها وعايزين يعرفوا معلومات أدق، وإزاي يشتروها ومنين يشتروها وأماكن البيع، وهل في زي ما قلت الماكينة بتبدأ في من 250 وفي من 300 لحد 30,000 جنيه. ناس كتيرة كتبت لي في كومنتات احنا عايزين نعرف أماكن البيع، عايزين نعرف إزاي نسوق. ناس كمان كتبت لي في كومنتات المكرونة ممكن تعجن. يا جماعة احنا اتكلمنا على أنواع المكرونة المجففة، والمكرونه المجففه كل حاجه بتضاف فيها بنسب، الميه بتضاف بنسب، البيض بتضاف بنسب، كل حاجه فيها بتضاف بنسب. هنتكلم النهارده عن انواع الدقيق اللي هتضاف فيها وطريقه التسويق وطريقه الشرح. تابع معايا الفيديو للنهايه عشان مفيش حاجه تفوتك. قبل ما تكمل الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، واي حاجه انت محتاجها اكتب لي في كومنتات وانا هرد عليك، وزي ما برد على الناس كده في فيديوهات. وفي ناس يا جماعه اتواصلت معايا وسلمتها مشاريع، وفي ناس كمان اتواصلت معايا على التليفون وفدتها جدا. الناس كتيره اللي عايز تبدا مشاريع تكلمني او تكتب لي في كومنتات، وانا يعني بعون الله بعون الله يا جماعه انا مش هبخل على اي حد بمعلومه لو في ايدي. الناس طبعا كلمتني عن المشروع وعن ازاي نبدا وازاي نبتدي نسوق وازاي نحسب احنا مكسبنا والارباح. النهارده هنرجع نتكلم بكل تفصيله في المشروع بناء طبعا على الناس اللي كاتبين لي في كومنتات واللي اتواصلت معايا. لو هنتكلم النهارده عن التصنيع فهنتكلم عن الدقيق وانواعه، وكمان متوسط الكيلو بيعمل قد ايه، والانواع كمان اللي بتضاف لها البيض. احنا عندنا يا جماعه سعر الكيلو الدقيق متوسط 6 جنيه للكيلو، ونوع الدقيق طبعا هو بيكون يا اما قمح يا اما قمح فاخر، تمام؟ ديت المعلومة. في طبعا انواع تانية بيتم اضافة البيض عليها، دي بغض النظر اللي هي زي لسان عصفور او غيره. فاحنا مش هنتكلم عن لسان عصفور، احنا هنتكلم النهاردة عن اللي هي المكرونة اللي هي المقصوصة او الخواتم او الاسباجيتي. احنا بنتكلم على نوع واحد من دول، تمام؟ لو هنتكلم عن التسويق، طيب هنقول التسويق بتاعنا هيبقى عبارة عن يا اما في السوبر ماركت وهنبتدي نوزع، يا اما على العطارين اداء شيء اساسا، يا اما كمان المطاعم اللي هي الخاصه بالمأكولات المكرونه زي محلات الكشري، وزي المكرونات اللي وزي المطاعم اللي بتعمل وجبات سريعه زي المكرونه الجريسكو وغيره يعني، تمام؟ طبعا هنتكلم برضو عن التجار، تجار الجمله اللي بيوزعوا جمله، دول اللي انت طبعا هتعدي عليهم. ويعني ايه تجار جمله؟ هنبتدي نروح لهم ونبتدي هم يشروا لك اسم المكرونه بتاعتك، وكمان تبتدي تعرفهم تقول لهم انا المكرونه بتاعتي ديت صناعه في البيت، يعني كمان مش هيبقى عليها مواد حافظه، وكمان هتبقى مجففه كويسه جدا ومش هيبقى فيها اي مشاكل. هم يبتدوا يسوقوا لك المنتج حتى لو هتسيب لهم كميات، وهم يبتدوا يوزعوها بعد كده يدوك الفلوس بتاعتهم، تمام؟ لو هنتكلم طبعا عن المكسب والارباح، انا هقول لك على السريع كده. هنتكلم النهارده على سعر كيلو الدقيق الواحد بيوصل ل 6 جنيه، تمام؟ طب هنضيف عليه كمان، بنضيف عليه ميه وبنضيف عليه ملح وبنضيف عليه مكونات اضافيه، بيوصل معانا لكيلو 750 جرام. يعني ايه كيلو 750 جرام؟ يعني بيطلع لك حوالي كيلو 750 جرام مكرونه صافي. كيلو الدقيق بيطلع لك كيلو 750 جرام مكرونه صافي. يعني انا بقول لك مثلا ان الدقيق ب 6 جنيه، الدقيق طبعا فيه اقل من كده، فيه بخمسه وفيه باربعه ونص، تمام؟ يعني عندك الكيلو الواحد للدقيق هيطلع لك حوالي مكسب 14 جنيه بالتكلفه، تمام؟ انا هقول لك مثال النهارده سريع جدا كده لحساب شكاره واحده بس 20 كيلو. زي ما قلت لك كيلو الدقيق طبعا هيعمل معانا بالظبط كيلو 750 مكرونه بعد الميه وبعد الملح وبعد الاضافات اللي هتضاف عليه، تمام؟ هنستخدم كيلو دقيق، هيعمل هنستخدم احنا كده 10-11 كيلو دقيق، تمام؟ 11 كيلو دقيق هنضربهم في 6 جنيه هيطلعوا لنا 66 جنيه، زائد كيس ملح عندنا بجنيه هيبقى 67 جنيه، وهنضيف عليهم كمان التعبئه والتغليف هنضيف كمان 5 جنيه، تمام؟ وهنحط كمان 10 جنيه كمصنعيه، حتى انت يعني بقول مثال لو انت اللي مش هتشتغل عليها هنحط عليها 10 جنيه مصنعيه وكهرباء للي هيشتغل عليها، تمام كده لحد هنا؟ تمام. طب تعالى بقى نحسبها مع بعض. احنا قلنا كده دلوقتي احنا متوسط الكيلو المكرونه بتاعتنا اللي موجوده في السوبر ماركت او عند العطارين المتوسط بتاعها الكيلو 8 جنيه، تمام؟ هنقول لك يا سيدي احنا عندنا الشكاره، احنا قلنا 8 كيلو دقيق، قلنا سوري 11 كيلو دقيق ب 66 جنيه، هنحسب الحسبه بتاعتنا كلها، تمام؟ هتطلع حوالي 82 جنيه. حلو الكلام كده؟ شكاره الدقيق الواحده هتوصل لكام؟ ل 160 جنيه. احنا بنتكلم على شكاره الدقيق، شكاره سوري المكرونه توصل ل 160 جنيه. حلو الكلام. هنخصم منها ال 82 جنيه، وكمان هنقول هنطلعها تجاريه ب 50 جنيه، هتطلع في الاخر معاك المكسب بتاعك حوالي 70 جنيه في الشكاره الواحده. انا بكلمك كشكاره واحده،
يعني انت كل شكاره يطلع لك فيها 70 جنيه مكسب. طلعت انت بقى انت وشفرتك، طلعت في اليوم 10، طلعت 20، طلعت 100، انا طلعت لك 10 ايه عندك ب 700، طلعت كده هيطلع لك في كل شكاره 70 جنيه مكسب وانت قاعد من غير اي تعب وغير اي حاجه خالص. المكرونه بتاعتنا يا جماعه زي ما قلت لكم مش هتعجن ولا هتبوظ ولا اي كلام كله، لان انت هتشتغل بطريقه المكرونه المجففه. المكرونه المجففه يعني انت بتضيف عليها نسب معينه من الملح ونسب معينه بالنشادر او غيره، ده بيخلي المكرونه مجرد ما تنزل المكرونه بتاخد تهويه وبتبتدي تعبيها على طول ما بتاخدش وقت. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس، ولو انت محتاج اي حاجه وتستفسر عن اي حاجه اكتب لي في كومنتات وانا هرد عليكم.